على وقع موسيقى الجيش والنشيد الوطني اللبناني، غادر الرئيس اللبناني ميشيل عون قصر بعبدة منهياً ولايته. بعد 6 سنوات وجه عون رسالة أخيرة إلى الشعب اللبناني الذي عاش أزمات وكوارث، كان أشدها الانهيار المالي والاقتصادي الذي فجر انتفاضة اجتماعية عارمة غير مسبوقة، كما شهدت الولاية انفجار العصر في مرفأ بيروت، ولكنها في نهايتها قبل أيام شهدت حدثاً تاريخياً تمثل في إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. بحسب صلاحيات الدستورية وقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة من الاتفاق لرسم الحدود البحرية، وهيدي وحدة رح بتعطينا رأس مال الكافي لإنقاذ لبنان من الوضع السيء. مناصرو التيار الوطني الحر حضروا في وداع الرئيس عون الذي انتقل إلى قصره في الرابية. العهد أبداً شخص العماد عون أبداً ما فشي، لأنه حقق كثير إنجازات، والتاريخ شهد وحيش تطبق التاريخ هذا الموضوع ألف مرة. معركة محاربة الفساد خسرنا هاي المعركة، بعد عنا معارك كثير بين رجالنا، والطريق بعد طويل قدامنا، والتيار مكفى بإذن الله لمحاربة الفساد. وما بعد انتهاء ولاية عون يسود قلق دستوري. الحكومة ستبقى تسير أعمال البلد إلى أن ينتخب رئيس جديد للجمهورية وتشكل حكومة جديدة، لكن بالمعنى السياسي هناك من يريد من خلال توقيع هذا المرسوم دفع البلد نحو فوضى دستورية تقود إلى فوضى أمنية. ثمة خطوات داخلية ستتخذ مترافقة مع تحرك إقليمي ودولي تسرع عملية انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت لينتظم العمل الدستوري في لبنان. هو الرئيس 14 للجمهورية اللبنانية، غادر من دون تسليم خلف له، ويتخوف مراقبون من أن يجر الفراغ الرئاسي البلاد جراء التعطيل إلى صراعات سياسية جديدة. ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل يحل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية على خلفية عدم التوافق على رئيس جديد، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال القائمة قادرة على إدارة الفراغ وتولي مهام السلطة التنفيذية أم لا. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، غيدة جبيلي، بيروت.